إلى أحوال الطقس، حيث تشهد العديد من الولايات الشرقية للوطن منذ ظهر اليوم أمطارا معتبرة وبعض الأحيان رعدية حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأحوال الجوية. أوضحت النشرية التي تبقى صلاحيتها إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 9 مساء أن الولايات المعنية بتساقط هذه الأمطار هي كل من جيجل وشمال سطيف وسكيكدا وعنابة وقلمع وطارف وسقهرس. حسب توقعات ديوان فإن كميات الأمطار ستصل أو تفوق 80 مليمتر محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية. هذا ومن المتوقع أن تبلغ أو تفوق كمية الأمطار المتساقطة في كل من ولايات بجاية، تيزيوز والجزائر العاصمة والبوليدة وتيبازا ابتداء من اليوم على الساعة 9 مساء وإلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 9 مساء أيضا 40 مليمتر محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية دائما. كما كان متوقعا الاضطراب الجوي هو في نشرة جوية خاصة في المناطق التالية: جيجل، شمال سطيف، سكيكدا، عنابة، قلمة، الطرف وحتى سقهر. هذه المناطق سوف تكون تحت تأثير أمطار أحيانا رعدة وتستمر لغاية مساء يوم الثلاثاء إن شاء الله. وبالنسبة لكمية الأمطار على هذه المناطق قد تتعدى 80 مليمتر. لاحظوا بلي هذا النشاط يكون معتبر على هذه المناطق. هناك أيضا ولاية أخرى، منطقة بجاية، سيدي بوزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، بليدة وكذلك تيبازا. هذه المناطق يعني كمية الأمطار المتوقعة أن تتساقط فيها قد تتعدى 40 مليمتر بإذن الله، وهذا ابتداء من اليوم 9 مساء لغاية الثلاثاء 9 مساء بإذن الله. كما كان متوقع الاضطراب الجوي اللي خص المناطق الشمالية كان ضعيف النشاط. فيما يخص الأمطار كانت ضعيفة، ممكن أن أذكر أقصاها كانت 10 مليمتر سجلت على منطقة جيجل، أما على المناطق الأخرى كالجزائر العاصمة مثلا سجلنا حوالي 6 مليمتر، 3 إلى 4 مليمتر منتشرة على أغلب الولايات الشمالية الأخرى. بما يخص المناطق الجنوبية، بما أن هذا الاضطراب الجوي عبارة عن تسرب هواء بارد، فسوف يخص شمال الصحراء ومنطقة الثورة أيضا. أوضاع غائمة أيضا من حين لآخر مرفوقة ببعض الأمطار تكون أحيانا رعدة على منطقة تيدوف، يعني كانت بداية الاضطراب الجوي على منطقة الجنوب الغربي للوطن.